صباح الخير والعافية على كل مشاهدي الرشيد والناس بحلقة جديدة من داخل الاستوديو. أي شخص حاب يتواصل ويانا قبل ما نبدي بطرح مواضيعنا راح تكون الأرقام معروضة أسفل الشاشة. من رخصتكم دقيقة واحدة. تمام، شلت الورقة. المواضيع والأمور السلبية اللي دنمر بيها اللي تراكمت علينا ما يقارب 17 سنة، أكو شخصية ما انذكرت على الرغم من الظروف كلها اللي دنمر بيها، ما إلى فت صدى إعلامي، ما صار كلام عليه، مع العلم بأنه الحصة التموينية بحياتنا اليومية نستهلكها. وزير التجارة أو وزارة التجارة، شنو موضوع الحصة التموينية؟ صار لها أكثر من 5 أشهر ماكو عليها أي تسليط من الإعلام. شنو السبب؟ ما حد يدري. زين هي الحصة وين؟ قطعتوها؟ راحت بعد ماكو حصة تموينية؟ فهمونا، خلي نفتهم شنو موضوع الحصة التموينية. أشو الوكيل كل ما تروح له يقولك بعدها ما جاي، كل ما تحكي وياه والله الحصة جاني بس الشكر، لو جاني الزيت. أدري أنتوا تضحكون على المواطن، شنو أنتوا؟ الحصة التموينية قبل نتذكرها كان بها ما يقارب أكثر من 14 مادة، من بعد 2003 الحصة التموينية تقلصت، بقت مادتين لو مادة واحدة، لحد ما وصلنا إلى سنة 2020 الحصة التموينية لربما انلغت. شنو السبب؟ وين دا تروح؟ طيب مو دا نسمع، دا نستورد، وكذا جبنا طحين، وكذا جبنا تمان والزيت وغيرها من الأمور الأخرى. الحصة وين؟ من اللي دا ياخذها؟ من اللي دا يستلمها؟ من اللي دا يبيعها؟ كل هاي شبهات فساد وضوء يسلط على وزارة التجارة. الحصة وين ومنو يتحمل المسؤولية؟ أتوقع يمكن قبل سنتين أو قبل سنة كانت الحصة موجودة لكن قليلة، لكن هسه بالفترة الأخيرة ما يقارب 6 أشهر الأخيرة الحصة لغت، ما كل حصة. على أي أساس؟ تدرونك عالم، شنو اكو عالم؟ يمكن 40% من الشعب العراقي عايش على الحصة التموينية. اذا الرواتب بدها توزعوها 90,000 ويستلموها العالم كل شهرين مال رعاية، فاكيد عايشين على الحصة التموينية. يا رئيس الوزراء، يا مستشاري رئيس الوزراء، انتم من تحيطوه الحاشية باكملها ما توصلوا للفكرة بصورة صحيحة، ما تقولوا للشعب كاتل الجوع، الشعب محتاج، الشعب يريد الحصة، محتاج الحصة، لو مسوي لها جنة. عمي عوف المستشارين ماتك، اسأل أهلك أقاربك من بعيد، اسألهم قلهم شنو الواقع. الطماطة صاعدة، الخيار صاعد، البوتيتا صاعدة، الفواكه صاعدة، الشكر صاعد، الزيت البطل مالته ب2000 دينار، شنو بويش؟ شنو؟ شو نشاله؟ اشو نهبتوه للعراق؟ ومن بعدها دمرتوا اقتصاده، ومن بعدها وصلنا الى هاي المرحله. قام حصر بطل الزيت على المواطن العراقي. عجبي على هاي الحكومه، والله عجبي على هاي الحكومة. شنو اللي دا تسوي وشنو اللي دا تقدمه للشعب؟ شنو اللي قدمتوا لنا من 2003 واحنا على أبواب 2021؟ شوف العالم وين وصل، وين تقدم، شوف العالم ايش دا يقدم، البلدان ايش دا تقدم إلى شعوبها. ليش بس العراق؟ ابتلينا بالنفط، عم اخذوها النفطات ستو ما اخذيها، اخذوها كلها، بس خلوا الشعب يعيش، يعيش عيشة كريمة مو أكثر. ما نريد نطلع نشوف طفل يمسح جام بالترافيك، لو مرة كبيرة تقدي وتتوسل بالرايح والجاي،
لو شاب شاير صندوق مي ويبيع ذي حصل 3000 لو 4000 دينار. زين أدري ما تغارون هسا أنتوا حلفكم بالله يمكن 90% 100% من مسؤولين مسافرين وشايفين دول العالم اللي اجى من برا وحكم واللي من بعد ما حكم سافر. هاي بيروت مو مسويها انتو روحة وجاية مسويها علاوة هاي بيروت. ما تغارون تطلع تشوف شارع نظيف، تشوف ماكم جادي بالشارع، تشوف شعب مترفه. ما تفكر تقول شعبي شو وقت أنا هيك أسوي؟ شعبي هذا اللي انتخبني وبصم لي بالعشرة حتى أوصل إلى هذا المنصب. ما تفكر إيش تفكير؟ أنتوا من ياملة، من ياملة أنتوا. هاي الصومال عمي، هاي دولة فقيرة. هاي الصومال، السودان، غيرها، دول بجنوب أفريقيا وغيرها وغيرها. هم معيشين شعبهم، هم دي يقاتلون من أجل شعبهم. إلا إحنا السياسي الفلاني يتهم السياسي الفلاني واثنيناتهم نفس النقرة. شنو اللي غيرتوه أنتو؟ شنو اللي غيرتوه أو شنو اللي قدمتوه إلى الشعب العراقي؟ أنا اليوم من أريد أفتخر بحكومتي، من أطلع برا أسافر علي بابا، ما أقدر، ما عمي ما أقدر أرفع راسي، والله ما أقدر أرفع راسي وامشي بطولي. ليش؟ لأن حكومتي فاسدة. الفساد بأغلب مفاصل الدولة متفشي. عجبي عليكم شو وقت تحسون ببلدكم؟ ما أدري هاي الغيرة وين راحت، وين راحت هاي الغيرة؟ خلينا نستقبل الاتصالات. وياي اول اتصال من كربلاء. حياك الله ابو كرار. يا جاكر شلونك؟ شلون صحتك؟ هلا بك ابو كرار. الله يحفظك، رحم الله وجهك. تفضل. هاي مال قطع اراضي مال ذوي الاحتياجات الخاصه. ايه. هذا اخوي قدم، اخوي تخلف عقدي قدم. زين. قدم على 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 الانترنت، شو اسهل حدا ماكو، شو يوميا يقولون لنا باكر وباكر شو ماكو. هو ابو كرار، هو احنا ايش حصلنا من عندهم غير الباكر؟ وسنعمل وسيحدث وسيحصل وسيصبر الشعب. نقول بكيت الله من عجز يطلع، بلكيت الله. اي صدق، بلكي الله، بلكي الله يطلع، يطلع شيء منهم، يطلع شيء منهم. نقول بكيت الله، قدمنا على الانترنت وصارنا سنة وكل شيء ماكو. صار لك سنة وكل شيء ماكو. الله يكون بعونك ابو كرار. خلي اتاكد لك من هذا الموضوع، نتواصل. اي والله ما احنا على البلديات قدمنا، على وزارة البلديات، على الانترنت. على وزارة البلديات بالخدمة، بالخدمة أبو كرار. تأكد لك بهذا الموضوع إن شاء الله الحلقة القادمة أعطيك الإجابة. أدعي لك إن شاء الله يمر بفضل، سلام الله عليه. الله يحفظك، الله يحفظك، سلام الله عليه، الله يحفظك ويخليك الله أبو كرار. ويا اتصال آخر. السلام عليكم. هلا يا حبيبي، هلا بيك. منو يا إيه؟ عمار من الناصرية. هلا عمار، هلا بيك وألف هلا بأهل الناصرية. شلون الناصرية عمار؟ شنو وضعكم؟ شلون هسه بالضبط مواساة الناصريه؟ شنو شنو الوضعيه هسه؟ والله الوضعيه حشر جدد. ساحة الحبوب شلونها؟ شلون ساحة الحبوب؟ كبت الدماء وماكو نتيجه. زين. هذول الحفاي اجانا من اجانا على الدبابه صاروا بروسنا. حسبي الله ونعم الوكيل. اي عمار احكي لي، سولف لي وضع الناصريه. الرعايه الاجتماعيه. ايجي ايه بس احكي لي عن الناصرية وراها احكي لي عن الرعاية، سولف الناصرية. والله كتاش احكي لك الناصرية، يعني احنا قلوبنا مرنا، يعني انا سولف لك يمكن بعد ساعتين ما اخلص يعني للداخلي. قلوبنا مرنا الناصرية تنقل شهداء وماكو فايدة. الله يكون بعونكم، الله يعني يرحم كل شهداء العراق. فترة ما تدمر راح الحرامات، يعني واحد يقول الحشاق دول هسه القياس الصاعدين هنا في مصعد ابروس العالم، الناس كتل الجوع. شنو اللي يقدموه هم؟ صار ثلاث دورات، شنو اللي يقدموه؟ أيوة والله. يعني واحد يقعد من الصبح يشتري زيت ويشتري ماي، حتى الماي هاي ابسط مثال، حتى الماي يشتري. اي بالله. يعني؟ اي صدق، حتى الماي يشتري. يعني حتى الماي يشتري. شنو اللي يقدموه؟ شنو اللي يقدموه؟ يعني هسه يجيك واحد ويقول لك انت طائفي حشاك كرت ابن كرت، يجيك هو مستفاد من صدام، كان قبل مستفاد هو شارد من صدام، ويجيك انت من يجي الطرف الثاني يقول لك انت طائفي، انت صير احسن من انت، شنو اللي قدمته حتى انا مو انا ما احكي عليه؟
اما بسببهم خلوا العالم تترحم وذاك النظام. عمار. نعم استاذ. هسا حتى هو اللي كان عندنا هم مخدوه يا اخي مليان والله مليان. هسا هاي الحصه عمار الحصه التموينيه كانوا ينطوها هسا هم مخدوها. يا اخي هي مو مشكله انت خاف تحكي يصير مثل بلاع الموت، خاف تحكي امرك الموت، خاف تسكت نوبه تستلم. هي مشكله انت خاف تحكي يقول لك انت بحثي التسكيت انت والله حرنا والله حرنا من هالتسميات الجوكري والبعثي وغيرها وغيرها والله حرنا من هالتسميات هاي. انا على مد ما احكي عليهم انت في راح تمهد بلوى عمي بلوى 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 احنا بلوى. قال هاي الدوره باقت اللي يبي يحكي غيره يطلع. قال هاي الدوره باقت زريال باقت المواطن هذا الفقير الباس وهذا القاعد بالحواكم الباس. لو بالمشكله عمار المشكله كلها تصيح الدوله كلها تصيح سنحارب الفساد. خويا ياه الفاسد الشعب من الفاسد اذا انتم كلكم الصحيح سنحارب الفساد سنقضي على الفساد من الفاسد. هو المواطن اقول لك هذا قاعد بالحواسم هو الباق هو الباق. والله عجبي عجبي على هالوقت هذا وعلى اللي دا يصير بالعراق. اي عمار احكي لي الرعايه ايش بيها يا خماس. هم ابسط مثال ابسط مثال يعني عيب عليهم خلصون الرواتب مال العالم هاي الناس القوت مال الشعب هاي الناس اي والله الناس اي بالله مثل ما تقول يعني بالعاميه مثل الهلال يعني انت تروح تحارب على قوته انت ما تحارب نفسك انت جاي قابل الميزانيه مال الدوله. اي بالله الكريم ايش بيها الرعايه؟ يا ترى احنا قلوبنا مرمر احنا على والدك بس هي مشكله يعني ماكو شرايا للحكي مثل ما تقول. نقول الحمد لله وشكر على كل حال وننتظر رحمة الله وش وقت نخلص من هالفساد والفاسدين. يعني من برماتك يعني صوتنا مباشرة نستيد يعني وزير العمل وشؤون الاجتماعي يعني احنا مثل ما تقول يعني نتأمل بخير الرجال. اي تفضل خدمتك قول. احنا بس بالنسبة لوزارة العمل وشؤون الاجتماعي على مود رواتب الرعاية سوينا كل شهر وهذا شهر قصوه من عندنا يعني انا بسيلك بالله انا سلحات فيك انا قاعد جنيد قصوه من عندك؟ هو احنا شهرين وانطونا هسه ما شهر. ها شهرين وانطوكم ما شهر، شو يقولوا لكم على الباقي؟ والله بعد يقول على الموازنه مال 2021 على اساس يشوفون الراتب قليل وبعدين يصعد يعني انت من الموازنه وش تاكل انت تاكل موازنه؟ ايش تاكل انت شو توكل البيت؟ شو توكلهم تقولهم على الموازنه انتظروا؟ يعني كهرباء كان هسه بجر ب 250 هو طالب 170 وعنده اربع جهاز ولحد الان ما دافع لا ايجار ولا سحب. بالله خلينا نشوف استاذ نجم شو يقول. خلينا نشوف المتحدث باسم وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه مشغول. هسه ان شاء الله حصل لك يا عمار واسئله هذا السؤال. انا بخدمتك. والله ممنون من عندك استاذ. أمر. أمر. انا حاول تكلمنا على هذا. صار بالخدمه. هلا بك عمار ويا اتصال اخر. ام عبد القادر. الو السلام عليكم. حياك الله. هلا يمه شلونك اخوي؟ هلا بيك وهلا باهل الانبار. الله يبارك بعمرك. مين من الانبار؟ احنا اني من الانبار من الفلوجه. من الفلوجه هلا. بس حاليا ساكنين باربيل يعني من النزوح. ليش؟ والله ما عندنا بيت فبقينا مستقرين هنا وهناك يعني ما شاء الله البيوتهم صايره غاليه حيل. ام عبد القادر مو يعني نعم. قبل كان عندك بيت؟ لا والله لا عندي بيت ولا عندي يعني راتب. قبل انت كنتي مؤجره؟ مؤجره نفس الشيء وراح بيتنا حتى تعويض كل شيء ماكو كل شيء ما استفادينا لا غراض. مو قالوا عوضناكم وتم تعويضهم؟ اي بارك ما قصروا بارك الله بيهم. شلون عبد القادر؟ الحمد لله على كل حال. أنا عندي ابني مصاب قبل 10 سنوات هجرت عليه عبوه. نعم. ابني من كان عمره يمكن 7 سنوات. تمام. ولحد هسه صار عمره هسه 16 سنة. احنا نركض له بمعامل الضحايا الإرهاب. يعني كم سنة؟ 10 سنوات صار. صار 10 سنوات. والله العظيم. وسوينا له المعامله واستلمنا حتى مره انطونا الصيك هاي قبل الحرب داعش. هاي من يا سنه؟ والله انصاب والله ما اتذكر بس اللي اتذكر قبل 10 سنوات. امي مو 10 سنوات ما كانت ضحايا الارهاب مفتوحه. لا كانت يعني هو من الصوب من انفجرت علينا العبوه
هو ابني تصوب. فمشينا ورا فترة مشينا احكيلي مال مش... اي ايش وقت ما الضحايا الارهاب، ايش وقت اخر مرة راجعتي عليها حتى اقدر اساعدك؟ والله يو احنا كل سنة نراجع عليها وماكو، كل سنة. زين زين شنو اسمه حاليا؟ هسه حاليا يعني كل سنة نركض ونمشي، اللي يريد 90 ورقة واللي يريد دفتر والفروقات واللي يريد واللي يريد، ويعني ما عندنا امكانية بحيث ماكو، ضاقت بينا السبل. شنو 90 ورقة ام عبدو؟ شنو هاي 90 ورقة؟ اي يقول لك 90 ورقة يلا امشي لك المعاملة. يلا يمشي لك المعاملة. اي والله العظيم هاي علني هذا اللي يقول مو؟ اي وهذا اللي يقول لك اخذ الفروقات واعطيكم الراتب. اذا الله راد هم رضينا. اذا الله راد ام عبد القادر غصبا ما عليهم، هم بخدمتك وبخدمة كل مواطن عراقي. الله يبارك يمشون المعاملة الله. وفق القانون وهم الممنونين. وين شنو اسم ابنك؟ شنو اسم ابنك؟ ملينا يا اخويا مو بزعنا ملينا. شنو اسم ابنك حجية؟ شنو اسم ابنك؟ اسمه عبد القادر علاء الدين حسين علاوي. حسين علاوي عبد القادر علاء الدين حسين علاوي. زين انا دا اتصل على السيد طارق المندلاوي. حتى الإصابة مات النسبة 60% ولحد الآن إذا يأخذوه يسووا له مفراس تحاليل الشظية بعدها بالرئة مالته 60%. ده اتصل على السيد طارق المندلاوي. نعم مدير ضحايا الإرهاب. إذا نعم. ما حصلته اتصل عليه من بعد البرنامج، لازم أحصله ولازم نشوف لك حل. الله قسمنا بالله قسمنا بالله. وين معاملتك؟ يعني وين وين المعامله من... وين ام عبدو وين المعامله؟ معاملته موجوده هسه موجوده. اي وين وين موجوده بال... يعني موجوده عندنا هنا، لانه ما كل ما ننطيها لحد يريد من عندنا مبلغ ما ادري شنو مبطل ونقعد ما عندنا بصراحه. تمام. راجع ابو له خله رمادي له خله كله ما خله. شلون راح تدزلي الاوراق مال المعامله؟ موجود أنا يعني عادي موجودة، حتى عندنا معاملة موجودة بالفلوجة يعني خاليها يم أهلي ويم أهلي. تمام موجود. تمام تمام حجية يعني هذا فضل يمه. ما ننسالك يا طول ما الأمر. يحتاج يمه مو فضل، هذا مو فضل، احنا بخدمتكم. إذا أنا ما ساعدك وانتي ما ساعدين غيرك، وإذا مو واحد يساعد الله شلون تمشي الحياة؟ صار بخدمتك بس خلي أحاول لك بيها، خلي أشوف شنو السبب ليش موقفيها. هي باسم إيه عبد القادر علاء الدين حسين علاوي، حسين علاوي، وانا بخدمتك صار تدللين ماما. هلا بك هلا بك هلا بك. شو اتصال اخر؟ الو ام مرتضى من دياله. هلا بك ابي كثر استاذ استاذ ممكن احكي لك المشكله مالتي؟ اي يما ممكن، ليش مو ممكن؟ تفضلي استاذ ياسر. انا صار 5 سنوات من بس امي بس الصوت اكو صوت طفل يمك او هيك شيء. يعني طيب شوية ابتعدي عنا حتى اقدر افتهم من عندك. وزوجي زوجي يما بس اوقفي لي ام مرتضى. قدمت ما تطلع كل ما ام مرتضى اللي عنده املاك اللي عنده سيارات تطلع له، وزوجي اني ما تطلع له ام مرتضى يومية شايلة بمكان. يعني يما بس اوقفي خلي اسئلك الله يخليك بس صبري امي. ماكو ما ام مرتضى بعد ما راح توقف خلاص. ما راح توقف ام مرتضى، ما راح توقف ام مرتضى. شوف المكان اللي انا عايشه به ام مرتضى. ام مرتضى اي نعم يما بس سمعيني الله يخليك. الله يسلمك. انت تردين تقدمين على راتب الرعايه مو صحيح؟ اي اي عيني اي بس اي اي يما اي صار بالله الكريم دريت الله يخليك بس سمعيني حتى اقدر اساعدك. عجيب ام مرتضى امي بس سمعيني حتى اقدر اساعدك الله يخليك. بس سمعيني مع تكون مسجل الله يخليك يا يمه. بس على كيفك؟ وين ساكنه انت بدياله؟ يمه لا لا تبكي قول يا الله حجيه قول يا الله. الله اكبر على هالوضعيه الكثيفه. اقسم لك بالله العظيم اذا الرعايه ما نطتك راتب انا انطيك من راتبي. بالله الكريم اذا الرعايه الاجتماعيه ما نطتك الراتب بالله الكريم انا كل راس شهر انطيك من راتبي امي. بس قولي يا الله حجيه قولي يا الله. انا عايشه بيها امانه اختي
يلا اغاني يلا ورقمت اغاني شافك انا تجي تشوف حالتي تجي تشوف حالتي امانك على الله ورسوله اريد تجي تشوف تشوف ظروفي تشوفني شلون عايشه وتتبالى على حالتي امانك على الله هذا الرقم تتوسل وانا بشوفك امانك على الله تجي تشوف حالتي تجي تشوف وضعي شلون عايشه حسب الله نعم الوكيل تعال شوفني واذا قلت لك هذا وهذا معقول انت بهذا المكان تدفعني ايجار ايش قد ايجارك ام مرتضى ايش قد ايجارك ماما امي ايش قد ايجارك ايجاري 75 هذا بلدكم العراقي يتوسل على الخبز وعلى اللقمة وغيره متنعم بخيراته اي امر 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 صار 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 امي صار امر امر ام مرتضى ان شاء الله والله الله شاهد حتى ما راح اخاب لك الرعاية الله لا يعوزك عليهم الله لا يعوزك عليهم ان شاء الله انا ما اقصر وياك وبنفس الوقت استاذ سعد عاصم الجنابي بنفس الوقت همين ما يقصر وياك راح اوصل له صوتك راح اوصل له صوتك ان شاء الله للاستاذ سعد عاصم الجنابي وبالاضافه انا وياه ان شاء الله لا هو يقصر ولا انا اقصر هذا رقم الاستاذ ياسر امانك الله ورسوله بشاربك صار صار شباب اخذوا لي الرقم لا تسدين التليفون خاله شباب لا تقولوا لي نسدد التليفون اخذ الرقم اخذت الرقم ضروري جدا تاخذوا لي الرقم صار ويا اتصال اخر السلام عليكم هلا يابا حياك الله هلا بيك تفضل حبيبي استاذ ياسر شلونك عيني هلا بيك هلا بابا حبيبي من وياي محمد وياك هلا ابو جاسم حبيب قلبي تفضل طبعا احنا شو ردنا احكي يعني احكي منبر حر لك شو تريد تحكي احكي احكي بس يعني بدون تجاوز شنو تريد تحكي احكي لا يسمعون لا اخوي يسمعون ماكو ما يسمعون شنو طرشان عميان والله ما اعرف والله ما اعرف يشوفون ويسمعون هاي حكومتك كلها تشوف وتسمع واللي يقول لك ما يشوفون وما يسمعون فيكذب يعرفون ايش يصير بالعراق من مجلس النواب الى وزرائنا الى حكومتنا الى رئيس الوزراء الى رئيس مجلس النواب الى رئيس الجمهوريه كلهم يسمعون ويعرفون ايش يصير بالشعب العراقي وشنو المسات اللي دمر بيها يعني لكن لا حياة لمن تنادي الحكومه شنو شغلكم انت غلط لمن جاي تريح المواطن لا جاي تعبه وعذر المفرده تعبه طيح حظ المواطن يا اخي كافي ملينا والله ملينا من وراكم انا قلت لك انا النفط مريده هم هو اتخذتوه هم اخذوه بعد وش ظل بالنفط هم اخذوه هو وش ظل بالنفط احمد وادي يا اخي لحد دار رواتب ماكو يا وضعيه هاي يلا انت موظف الثمن صاعد الزيت صاعد الامه كلها صاعده ايه؟ هذا المواطن يبوق قلهم حتى فلوس ما ظلت قلهم حاكيهم قلهم دي يسمعوك قلهم شو تريد تحكيهم تراني كفيف واخويا كفيف وعندي اختي كفيفه يا اخي راتب الله اكبر هن 170 ايش داوق عند جدي من عندكم اذا ايش داوق يقولون يا بنت مجادي يعني لحد ما منطيني راتب انا معوق منين اصرف هو 170 الف راتبك 170 والله راسي حرام غير مال معين وانا اول باحر رحت الحارثيه الله وكيلك استاذ ياسر 950 الف بس دكتور وما سويت كل شيء بس جيب الدوام شهر واحد وجيت من جيب من بوق اما الله يكون بعونك الله يكون بعونك والله يعني العظيم. علاج ما شهر واحد الله يكون بعونك 450 الف زين وانت راتبك 170 هسه همين الاطباء هم هلا هلا عمي بالمواطنين هسه مو تشوفون الوضعيه شلون تصير استاذ ياسر نقول احنا نجوز شويه الحمد لله احسن من غيرنا قاعدين ببيت الله ساتر علينا الحمد لله وشكرا على كل حال ايجار وما عنده راتب الله يعينه عم الله يعين هاي الحكومه دمرتنا والله ابو جاسم للشعب ابو جاسم تدري ايش وقت يصير براسنا خير اي نعم من يجيك شخص ويقول لك بانه انا مو قد هذا المنصب اتنحى يطلع من هذا المنصب ويجي غيره ونفس الحاله من يشوف بانه هو مو كفيل بهذا المكان أنا أرفع القبعة وأوجه تحية
حب واحترام الى السيد الامين السابق منهل الحبوبي. نعم. الشخص شاف الموقف كبير، مسؤولية كبيرة، ومع امين بغداد شاف مسؤولية كبيرة، نحى ترك المنصب، قدم الاستقالة وقال انا ما اقدر اقدم بظل هاي الظروف والاوضاع. من يقدر يسوي مثل رئيس وزراء؟ لو اي وزير من وزرائنا من يقدر يسوي مثله يخطي هاي الخطوة الجريئة؟ منو؟ تقدرون ما تقدرون؟ ممكن يعني. نعم. تتأكدنا من استاذ نجم ما ايه؟ قدر يسوي راتب اليان مال معوقين مو مال معين. صار والله استاذ الراتب بياردو بكيف. صار ابقى على الخط. ابقى على الخط. ابقى 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 حتى لسه الدبقة. ابقى هذا ايه؟ استاذ نجم امر. هذا استاذ نجم. صح. تريد نسأل لك يا انتو كلكم سوين رواتب لو بس واحد بيكم؟ لا والله انا استلم الحمد لله، انا متزوج قاعد استلم. ايه واخويا قاعد استلم، بس والله استاذ يعني نقول الحمد لله قاعدين بيت. لا بس دا اتصل على استاذ نجم. استاذ نجم اذا التليفون بيدك اذا مشغول. صباح الخير استاذ نجم. زين ماشي لتغيبتك عني. شلون صحتك استاذ نجم؟ اخبارك استاذ نجم؟ وياي احد المواطنين متصل علي هاتفيا الان على الهواء مباشر، هو كفيف ومن ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. اخوته مطلعين رواتب شلون محمد وانت ما مطلع راتب؟ نعم استاذ انا مطلع راتب عندي مال معين واخوي عنده مال معين. زين بس قالوا يصير يسوي مال معوق على الاقل شويه يعينه. استاذ يردون هم مطلعين رواتب معين، يردون يطلعون رواتب مال معاقين لان وضعهم جدا صعب، شلون نقدر نساعدهم؟ المعين المعاق يعني راتب المعين المتفرغ. يعني ما نقدر نساعدهم بعد، خلاص الراتب واحد. اي يعني عنده راتب معين هو، هاي مشمول براتب. هو متزوج؟ متزوج انت محمد؟ اي نعم متزوج. اي نعم متزوج. كم طفل عنده؟ كم طفل عندك؟ ما عندي اطفال. ما عنده اطفال. زين وين ساكن؟ ناب بغداد. اي بغداد. اوكي تمام. احنا نقدر نساعده ونقدر هاي، بس عرف يعني الاجراءات نتخذ الاجراءات، بس هي تخصيص مالي ما يعني. ها يعني هم بعدنا على المشكلة ما التخصيص المالي. اي والله بس يبعث لنا يعني اي واحد زين للوزارة حتى نقدم المساعدة له. تمام انا راح ادز لكم اياه ان شاء الله. هو نفسه عندي من سبع الورى كنا نلتقي بكم هسه بالمكتب. اي نعم صحيح من سبع الورى معه اكثر الرباعي يعني. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك استاذ نجم. بارك الله فيك استاذ نجم. الرواتب انطلقت مال رعاية؟ اي نعم انطلقت قبل يومين. نعم ومال معيل؟ معيل ان شاء الله في وقتها المحدد خلال الايام المقبله. نعم انا جدا ممتن، تحياتي لك. شكرا جزيلا استاذ نجم. حياك الله ابو جاسم. اين استاذ خوي تريد تروح هسه؟ انت وين ببغداد؟ انا بالاطراف. تلحق تروح هسه؟ تلحق بالتسعة ونص؟ لا والله. تمام تريد باكر او بعد باكر اللي هو يعني الاسبوع القادم لحد؟ راح تاخذ رقمي من الشباب بالكنترول، اخذ رقمي هسه راح ينطوك اياه، لا تسد تليفونك، يردوا لك رقمي او انت تنطيهم رقمك ونتواصل انا وياك، وان شاء الله يوم الاحد تروح ونشوف استاذ نجم شلون يقدر يساعدك. تحياتي لك. حياك الله. ويا اتصال اخر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يمه. هلا بك. شلونك يمه؟ شلون صحتك عيني؟ اذا انت بخير احنا بخير. قول يوم. قول بخدمتك. من يوم من خابرت من برمضان ويوم خابرتك وما كل شيء ما سويت له. شنو يمه انت شنو مشكلتك؟ ذكريني امي ذكريني. هم هالله علينا هم من واحد اثنين انتو وحتى دزيت لك على الواتساب وانت رجعت. شنو امي شنو موضوعك؟ شنو موضوعك؟ اي يمه قولي لي شنو موضوعك امي؟ موضوعك شنو؟ من شهر الثامن مو السنه العام. ها ما راتب ما اتذكرت. لا تكملي قاطعين راتبه قطعة وراتبه لابنك وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة. واو حس انا كل شيء غريب هسه بطلت رحت الجيش انا ديري ويا راتب ابوه مو عنده تقاعد انا اخذه ديري وياه سووا عليه تلوثية لازم تحيل الديوانية. زين هو مريض يما تغير يعني مو مال سفر وهاي يما لازم تروحين لابنك. قلت له عيني عندي تقرير طبي ما راح تخليني احكي يما. اي عيني انت تستلمين راتب تقاعد. اي يعني من المستحيل راح يطلعوا له راتب، انقطع راتبه بسبب والده عنده راتب تقاعد. هسه جيت ويحكي، خلي يقولوا له خلي حتى يحسبوا له 50 درهم على امه. يما شباب امي قابل من جيبي اني؟
الله يخليك، انا مو كيفي انا ديوانيه صعبه، هو مريض ما اقدر يمه يعني. امي حبيبتي عزيزتي تاج راسي امي انت، مو بكيفي انا حبيبتي ماما مو بكيفي، اكو قانون وفق القانون دا يتعاملون بعين. اللي دندزه هذا لم يكتب روحي الديوانيه اريد لك، هذا تقرير طبي او ماذا مين يما ما دام امي حبيبتي يما ما دام بتستلمين راتب تقاعد مال زوجك اللي هو والده ما راح يطلعوا له، مو هيك مو من خالد نقطه راس سطر، امي ما راح يطلعوا له، وتاكدت من الموضوع بس انا سالت بيه اكثر من مره وتذكرت موضوعك قالوا لي ما يطلع له، واتاكد لك من الموضوع صار بخدمتك. باوع باوع يعني ما يضيفون ابوه بطل خلي لا ما زواج غير زوجه، هو مريض والله تعبان طبيعي. يما امي ليش تحسسيني انا الوزير؟ الله يخليك انا لا اقدر اقدم ليش قابل اقصر وياك؟ اكيد ما راح اقصر، عندك رقم تتواصلين وياي، قلت لك اذا اكو راتب فراتب واحد فقط ماكو راتبين يستلم، مستحيل من سابع المستحيلات هاي. بس اللي عاقل يفتهم، بس اللي وراه حزب وراه جهة سياسية هذا يستلم خمس رواتب يستلم هذا، بس ابن الخايبة واحنا ولد قرية كل من يعرف اخيه قابل غشمة وياي اتصال اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك، من وياي؟ انا منتظر من بغداد. منتظر من بغداد، هلا بيك يما تفضلي. عيني أنا خريجة وزوجي خريج، ولا عندنا تعيين لا عندنا وظيفة لا عندنا رعاية لا عندنا كل شيء ما عندنا. ومنتظر وين بيتكم ببغداد؟ أنا بالحرية. بالحرية واصلة القراج العلاوي لو لا؟ إيه. شو وقت آخر مرة وصلتي له؟ والله يعني هاي أمه؟ ها عين. شو وقت آخر مرة وصلتي القراج العلاوي؟ والله يعني قاعد يعني اذا هسه تقول لي اجي. لا انا دسيلك شو وقت واصله اخر مره الجراج العلاوي؟ والله قبل فتره، قبل فتره يعني كل ما يصير تعيين كل ما يصير. يما هسه من توصلين الجراج العلاوي تباعين على يمينك وعلى يسارك ايه شباب بعمر الورد نايمين بالشوارع دا يطالبون بالتعيين، تروحين امام وزاره التعليم شوفين شباب فارشين بالشارع نايمين ومغطين نفسهم بالنايلون دا يطالبون بالتعيين. أنا ما أقدر أسوي لك هسه، ما أقدر أسوي لك شيء بالتعيين، ما أقدر أتدخل لك. أنا أحكي هاي دولة بأكملها بمجلس نوابها. بس دقيقة، أنا عندي اثنين ولدي مرضى اثنيناتهم بهم سكر وبعدهم خطية أطفال، يعني واحد 2006 واحد 2004، يعني دولة والله ما ادري شو اقول لك، يعني هذا الموضوع اني مال تعيين ما اقدر اساعدك بيه انا وياك صريح، وحتى تكوني يعني على بين ما ادري مال رعايه عاطلين عن العمل يعني امي بس اسمعيني الله يخليك، ليش تحسسيني بانه انا شايلهن بجيبي ويلا اي شيء اي شيء انطيني الله يخليك، قدمي على الرعايه واساعدك، يعني مثلا شلون اسوي لك انا من انا اقدم لك روحي قدمي امي روحي قدمي يمه روحي قدمي وفق القانون تروحين على استاذ نجم موجود متواجد ومتعاون ويانا وخاصه ويا برنامج رشيد والناس، تروحين تقدمين يسهلوا لك امر وفق القانون وفق الشروط والضوابط والبي خير الله يقدماني. اشكرك شويه اتصال اخر. الو الو شاكر من بغداد هلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل شاكر. خليك الله، شلونك أستاذ العزيز؟ أنا بخير إذا أنت بخير يا حبيبي، قول. يطول بعمرك طبعاً، بارك الله فيك على هالبرنامج. شكراً. أمين ويسير. شكراً، تفضل شاكر. ربك يحفظك. هل قاعد يأخذون ملايين ومليارات؟ إيه. رواتب ومدى يخدموها الشعب هذا بصورة صحيحة. كل شيء مدى يسوون للشعب. ماكم المسؤول عليهم؟ ماكم من يحاسبهم يعني حتى يحاسبونهم على وضعه؟ بابا ليش مسؤول يحاسبهم واكو الله فوق الكل؟ يا الله فوق الكل ما يفكرون اكو الله فوقهم؟ ما يفكرون باكر عقب وراهم حساب وكتاب؟ عبد الاسعي وعينك اقعد هناك، غيرهم ما عندهم.
بيقبضون بالمليارات وهالشعب هذا المغروز ما يجون. اي والله فما اعرف يعني اي بالله هذا المواطن المظلوم وين يروح؟ وين يروح؟ يرفع ايده لله سبحانه وتعالى ويدعوه ان تخرج هذه الثلة الفاسدة من العراق. يحبون يحددون خبزتهم يعرفون هل ناس الجبروت. اي والله يا ابا الله يكون بعونك الله يكون بعونك. يعني هالثاني مثلا اي اللي حترون كلمة عالية راتب تقاعد محدود والسوق عالق. ايش بي راتب تقاعد؟ راتب تقاعد محدود مو شلون يا ابو مدى افتهم شباب شبيه راتب محذوف؟ راتب التقاعد مالي محدود محدود ها محدود اي اكيد طبعا راتب التقاعد محدود قابل ايش قد يعطوك مليار راتب تقاعدي محدود صحيح السوق محذوف فتح يعني شنو السوق نار السوق نار اقل راتيته ب 15 20 و 25 هسه حتى اللي يرجع كله لحمه هم كيلو لحم ب 14 وصار ب 15 السمكه كانت ب 4000 ب 5000 ب 5000 ونص الناس المره الناس أيه؟ المرضى المعوقين عند يدعون طبيب يعني تصور اخر احد الدكاتره المعاينه مات 40000 هاي بس المعاينه مات اي والله بس يسالك ويجاوبك ويقول لك ها من يشتري لعد العماير والعقارات بس سؤال وجواب وغيره 25 وغيره 30 وغيره 50 زين انا متقاعد ومريض انا قضيت عمري بخدمه هالبلد هذا يعني هاي مكافأة لي شنو؟ عمو شاكر حبيبي تاج راسي قول همزياً الهوى مو بيدهم لا بيدهم لأنه لو ما بيدهم عمي الهوى لو بيدهم كان كنا متنا أغلى بلد من العالم هذا ما صير سعب بروح أبوك يعني مزيرة كيف لا والله حسب الله ونعم الوكيل بلد كل حادث حديث بلد الزراعي ايه؟ بلد الحدث بلد العتبات المقدسه ايه زين ارجع اعرف يعني ها كلها مريضه خلونا بس على العتبات المقدسه والله نعيش احسن عيشه بس كل ناس شرفاء يسمون البلد مريضه عمو تدري شنو الموارد اللي تفوت لنا؟ نعم هن هواي يعني ما حافظهن بس كاتبهن خل اعدد لك ياهن خل اعدد لك ياهن بس الهوسه يمك حجم الايرادات الغير نفطيه اللي تدخل الى العراق إيرادات المنافذ الحدودية إيرادات الهيئة العامة للضرائب إيرادات الهيئة العامة للجمارك إيرادات الأمانة والمحافظات إيرادات الدوائر البلدية إيرادات التسجيل العقاري إيرادات المرور العامة الجوازات والجنسية إيرادات بيع وإيجار ممتلكات الدولة عمو تدري قد إيرادات تفوت لنا هسه إذا عددهن بالله الكريم يمكن بال 34 35 يعني اذا عددهم يمكن لو كل وحده احكي عليها دقيقه يراد لك ثلاث حلقات مو حلقه واحده طال عمرك الله يبارك حبيبي عمو الله يحفظك نسالكم الدعاء بس كل هالمريضه خلي يبوقوهن حياك الله عمو حياك الله خلي يصرفون ويا الشعب ما يصرفون لو يصرفون للشعب ما كان هذا حال الشعب مو ما يخالف بس انصفوا من اللي ينصف؟ من اللي ينصف عمو؟ من اللي ينصف بيهم؟ صدق كل شيء على اليسار اي كل شيء. المركز تشتكى على شخص معين اذا ما تبرك لي قدام. زين هو مظلوم ما عنده. اي مو 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 قالها قالها. انت تحل قالها المالات تحل كل الاشكالات. وين ما تروح هسه فلوس ورق؟ وين ما تروح؟ اصغر دائره الى اكبر دائره. ما تمد ايدك بجيبك؟ اعذرني. زين طال عمرك رحمات الوالديك. هل احد المظلوم يشتكى عن حكومه مثلا انا ابدا اشتكى عن حكومه وعندي مبررات مقنعه وين اروح؟ هسه حاليا بالناصريه بالتحديد اقول لك حاليا بالناصريه بالتحديد مبنى المحافظه يغلقون المتظاهرين ويطالبون باقاله المحافظ حاليا هذا الخبر تمام عم شاكر أنا ممنون لك وأشكرك على الاتصال تحياتي لك ويا اتصال آخر ألو السلام عليكم هلا أبو حسين شلونك أستاذ ياسر شلون صحتك إذا أنت بخير إحنا بخير يا حبيبي تفضل زين
زين فضلك استاذ ياسر، انا قبل فتره خبرتني قطع انا منتسب بالحشد الشعبي. ايه. وعندي اصابه وب 2018 عامل فوجي استبدل اسمي بمبلغ 6 ملايين. اتذكر موضوعك. اتذكر. الاستبدال مال اسمك بمبلغ 6 ملايين. ايه 6 ملايين عامل فوجي باع اسمي ب 6 ملايين. ورا ما انتهت ايام داعش اكلناها. نعم. كمل باع اسمانا. نعم. صبحنا ندق حداد قاعدين بالبيوت ورا ما احنا اللي صوبنا وركضنا. وتالي تم باع اسمك. ايه باعوا مكانك الدرجه الوظيفيه مالتك. اي نعم. واجا غيرك هسه يداوم مكانك ابو حسين؟ جيه غيري كان نايم للظهر بايام الموت، وهسه انا جيه عقاد صافي دفع 6 ملايين وصار مكانك. بايام الموت انت موجود تقاتل تدافع عن بلدك. اي والله ايام من فضت الوضعيه انسحب اسمك. انسحب تمام تمام ابو حسين. هذا واقع حال يمر به العراق يوميا، وهنالك الملايين مو الالاف، يمكن ما يقدرون يحصلونه لكن هذا واقعهم. اتصال عندي ابو زينب. الو شباب، خلوا لي وقت قبل ما اختمكم مناشدات ارد اطلعهن. تمام، خلوا لي الوقت للمناشدات. من وياي ابو زينب؟ ابو زينب من موصل. السلام عليكم. هلا بابا، هلا بيك، حياك الله. هلا ابو زينب، شلون هالموصل ابو زينب؟ الو شلون هالموصل ابو زينب؟ الحمد لله ان شاء الله زين الحمد لله. انا بالنسبه لي عندي مناشده، عندي مريضه تعاني من ضعف البصر البصري، يعني عيونها تعبانات نهائيا. تمام تمام. وعلاجها خارج القطر. تمام. واني ما خليت مكان، ما راجعت يعني بالموصل، سويت لجنه وطلعت لبغداد المدينه الطب، وهذه تقارير وفحوصات، اخذوا رقم تليفوني من العام ولا العام. تمام. الان اي نتيجه؟ ما خليت مكان، ما رحت، ما حد عالجها. شنو السبب ليش؟ والله ما اعرف، لجنه طبيه تكتب روح انطينا رقم تليفونك واحنا نخبرك، من العام ولا العام انا ما خليت مكان، ما رجعت. عمو ابو زينب، هسه انت هذا الكلام اللي حكيته راح استقطع اني وانشره على مواقع التواصل الاجتماعي. اهل الخير هواي، اللي يقدر يقدم لك المساعده راح يتواصل ويانا وانا اتواصل وياك. اللي اريده منك لسد التليفون، انطي رقمك للشباب وانا جدا ممتن، واخذ رقمي بنفس الوقت. تحياتي لك عمو ابو زينب. مشاهدينا خلينا نشوف مناشدات وصلت عن طريق الموقع للرشيد والناس اللي هو موقع الرسمي ياسر عامر بالانجليزي وبالعربي. خلينا نشوف هاي المناشدات. ظفر كاظم وإلى وزير عمل الشؤون الاجتماعية دكتور عادل الركابي، وإلى محافظ مغلاة الصدر حمد الصابر جابر عطف، لازم فلا صعبة حياة نسكن في كرفان في التجوز، والدي عطل عن العمل، وشقيقتي مريضة تحتاج لعملية جراحية بالضبط مقابل تكتب لنا. أعمل أننا كنا سابقا وزير عمل للشؤون الاجتماعية باسل زمان وقال قام بمساعدة كيك الناس بالبنكنا. قد قام بمساعدة كيس اللي كنا لنا، إذا قفت بمقابل تكون عسان تستجيب لنا. هذا رقمنا، روح روح انا اريد عملية لابني هذا، واريد ان تساعدوني انا والعمليه،
لان هو مضرر واحنا يعني يتيم هو، ولد ناشد بيكم على مود عمليته، وهو كاسر ظهري وانا لان جاهل هذا ومضررين على مود العمليه مالتي، وما اقدر انا في عمليه يردوني وابني مريض ومحتاج عمليتكم. مريض العمليه تسوون هي، وانا ناشد بيكم واطلب من عندكم العمليه، وهو يتيم وجاهل هذا باكر عقبه يعني الكبار ومعثر علي، واريد انا من الله ومن عندكم انتم تساعدوني وانتم تسوون العمليه، وهاي رجلي محتاجه عمليتكم، واريدكم انتم اناشد بيكم وانتم هذا بنتكم، واريدكم تسوون العمليه وتساعدوني. العراق يتجه إلى الهاوية بظل الأوضاع والظروف، إذا كانت الأمنية أم الاقتصادية أم التجارية أم الصناعية. ذكرتوني بالصناعية، تدرون المعامل اللي عندنا لو تم تشغيلها أو إعادة تشغيلها إيش قد راح تقدر تستقطب من أيادي عاملة من شباب العراق لو ما تدرون. لكن احنا اللي دي يصير عندنا بنستقطب ايدي عامله بنغلاديشيه، اي بنغلاديشيه دي يشتغل البنغلاديش براتب 400 او 500 دولار، وابن الخائبه كاتل الفقر والجوع. شنو السبب؟ ليش؟ منو يتحمل المسؤوليه؟ منو وصل البلد الى هاي المرحله؟ منو دمر الصناعه العراقيه؟ نعوف الصين بمجال الإعمار ونتفق ويا مصر، معقول هذا الشيء؟ والعاقل يفتهم. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من الرشيد والناس، تذرون إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقات جديدة. أترككم بأمان الله.